السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في حل تدريبات ملحق كتاب جيم للأزهر الشريف. هنحل تدريبات على يونت 7 الوحدة 7 صفحات من 3 إلى 6. Let's get started. هنبدأ من بيج 3 صفحة رقم 3. Supply the missing parts in the following dialogue. سؤال المحادثة، محمد بيقول لمحمود هلو مرحبا هاو ار يو توداي، كيف حالك اليوم؟ فقال له هاي اهلا اي ام فاين، انا بخير. ساله سؤال فقال له يس اي لايك ريدنج اباوت نيو انفنشنز، او ايوه انا بحب اقرا عن الاختراعات الحديثه. يبقى هو هيقول له ايه، هل انت بتحب تقرا عن الاختراعات الحديثه؟ طبعا طالما يس نعم انا بسال بفعل مساعد، هسال هنا في المضارع مع يو، هسال بدو، اقول دو يو لايك reading، هل بتحب تقرأ about عن new inventions، تحب تقرأ عن الاختراعات الحديثة؟ فقال له أيوه. What invention would you like، إيه الاختراع اللي أنت تود يعني to see، أنت تشوفه in the future في المستقبل. I'd like to see، أود إن أنا أرى a flying motorbike، يعني دراجة بخارية طائرة. فسأله سؤال قال له because it can push، عشان هي بيمكنها ان تدفعك you into the air في الهواء at the speed of a fast car، بسرعة سيارة سريعة. طب طالما في because بسبب، يبقى هو سائل why، لماذا؟ ليه انت تود ان انت ترى ايه الاختراع ده يعني؟ why، لماذا يعني why؟ why do you like to see it؟ ليه تود تراه؟ فقال عشان هي الدراجة البخارية الطائرة دي هتدفعك بإيه؟ بسرعة كبيرة في الهواء زي سرعة السيارة السريعة. فمحمد قال so would you go to school by it، يعني معنى كده أنت هتروح بيها المدرسة؟ طيب سؤال would ممكن أجاوب عليه yes I would أو no I wouldn't، أه هروح بيها أو مش هروح بيها. مثلا أقول yes I would، أيوه هروح إيه الدراجة الطائرة دي المدرسة، yes I would أو no I wouldn't، صح برضه yes I would. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. Egypt is famous growing cotton، مصر مشهورة بزراعة القطن، مشهور بيه اسمها famous for. I don't like to waste time، ما بحبش أضيع وقت waiting for إيه، في انتظار الإيه، في انتظار خدمة التوصيل الدليفري. I will around the world when I am older، أنا هسافر حول العالم لما أكبر. طيب هنا عندي طبعا when في الحالة الأولى بتاعت قاعدة F الشرطية، وين بيجي بعدها مضارع بسيط، والناحية التانية بيجي will والمصدر. أول ما بلاقي will عموما أنا بجيب بعدها الفعل من غير إضافات، يبقى I will travel around، سوف أسافر حول العالم بقى. Number 4 my little brother، أخويا الصغير spends، بيقضي his free time، وقت فراغه computer games، يعني في لعب ألعاب الكمبيوتر. بعد spend بيأتي الفعل المضاف له ING، يبقى spends playing، يقضي وقته في لعب ألعاب الكمبيوتر. What will happen if he studies hard، ماذا سوف يحدث إذا هو ذاكر بجد؟ if جاي بعدها ده سؤال، تمام كده، وهنا في قاعدة if الشرطية بعدها مضارع بسيط، الناحية التانية هستخدم الفعل المساعد will. اكتب فقرة إنشائية من 5 جمل عن a new invention، اختراع جديد. لما أجي أكتب الباراجراف بسيب مسافة في البداية وببدأ بحرف كابيتال، وما بين كل جملة وجملة بحط فول ستوب نقطة، والحرف اللي بعد فول ستوب بحرف كابيتال. I read an interesting book، أنا قرأت كتاب شيق yesterday، بالأمس. It was about a new invention، هو كان عن اختراع جديد. It is a clever jacket، إنه السترة الذكية أو الجاكيت الذكي. It uses an app، والجاكيت ده بيستخدم تطبيق to make you warmer، يجعلك أكثر دفئا when the weather is cold، عندما يكون الطقس بارد. I think أعتقد this is a good idea، إنها فكرة جيدة for people، للناس in cold places، في الأماكن الباردة. قلبنا الصفحة بيج نمبر 4 صفحة رقم 4. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. I am sorry، أنا آسف. I took your pen، أنا أخذت قلمك mistake، عايز أقول عن طريق الخطأ by mistake. He pulled the A to start the machine، هو يعني سحب ايه عشان تبدا الاله تشتغل، سحب المقبض او الرافعه اللي هي ليفر.
If you get lost, لو انت تغلط, you should someone for directions. ينبغي عليك ان انت تطلب, يعني تسأل واحد عن الاتجاهات. بعد should بيجي الفعل في المصدر من غير اضافات, يبقى you should ask. ينبغي عليك ان تسأل. She is always tired. هي دايما متعبة. She shouldn't to bed late every night. ينبغي عليها ألا تذهب للفراش متأخرة كل ليلة. بعد should أو shouldn't بيجي الفعل في المصدر من غير إضافات, يبقى she shouldn't go. ينبغي عليها ألا تذهب. You have a headache. You should go to bed. يعني لو أنت عندك صداع ينبغي عليك أن تذهب للفراش. طيب هنا في نصيحة. طب ايه الرابط اللي انا ممكن استخدمه اللي بيجي بعديه مضارع بسيط والناحية التانية should والمصدر في استخدام النصائح؟ طبعا دي ايه قاعدة اف الشرطية الحالة الاولى. اف احط الرابط اف اذا او لو. لو كان عندك صداع ينبغي عليك ان انت تذهب الى الفراش. read the following. اقرأ التالز and answer the questions ثم اجب عن الاسئلة. عندنا قطعة وعليها اسئلة. last summer الصيف الماضي a rich father في اب غني took his son اخذ ابنه on a trip في رحلة to show him عشان يبين له how poor people ازاي الناس الفقراء اللي بيعيشوا. they spent a day قضوا يوم on the farm في المزرعة of a poor family لأسرة فقيرة. where there were nature حيث كان هناك الطبيعة and love among people والحب اللي بين الناس. On the way home في طريق عودتهم للبيت the father asked الأب سأل his son ابنه what did you learn from this trip اتعلمت ايه من الرحلة دي. The son was so wise الولد كان عاقل جدا وحكيم. He said قال we have a liter of milk احنا عندنا لتر لبن in the fridge في التلاجة. They have the cow itself لكن هم عندهم بقرة. طيب we have a pool احنا عندنا حمام سباحة and they have a river وهم عندهم نهر. we have expensive lamps احنا عندنا مصابيح غالية لكن هم بقى they have stars and the moon لكن الناس الفقراء اللي في القرية دول عندهم نجوم وايه والقمر. we buy food احنا بنشتري الطعام they grow it هم بيزرعوه ادي عيد على الفود على الطعام. we have walls احنا عندنا حوائط to protect us عشان تحمينا they have friends هم عندهم اصدقاء. we have social media احنا عندنا وسائل التواصل الاجتماعي they spend time with family لكن هم بيقضوا الوقت مع اسرهم مع الاسره. بعد كده الولد قال للاب thank you dad شكرا يا بابا for showing me عشان انت بينت لي how poor we are قد ايه احنا فقراء. where did the father take his son الى اين اخذ الاب ابنه. طبعا ايه وداه talk his son هنقول هنا بقى ايه he talk his son on a trip اخده في رحله to show him how poor people live عشان يوري له الناس الفقراء بيعيشوا ازاي. دي اجابه نمبر 1 تمام بس هنكتب هنا he talk هو اخذ. طب what does the underlined pronoun it refer to it بتشير لايه. طبعا بتشير للايه للفود للطعام يبقى نقول it refers to food يبقى دي نمبر 2. Number three, what do you think of the son? ايه رأيك في الولد؟ طبعا الولد ده كان عاقل وحكيم. هنقول الابن كان ماله the son. الابن was so wise. كان عاقل جدا. دي اجابة number three. كان عاقل وحكيم جدا. The son said الابن قال his family went to to get milk. يعني ان يعني الاسرة بتاعته بتذهب فين عشان تحصل على اللبن. هو قال عندنا لبن في التلاجة لتر واحد يبقى بيجيبوه منين؟ من الشوبس من المحلات. The underlined word expensive كلمة غالي الثمن is the opposite عكس of a غالي الثمن عكسها رخيص الثمن اللي هي cheap. Expensive عكس cheap. الصفحة اللي قدامها بيج نمبر 5 صفحة رقم 5 عندنا listen and choose the correct answer استمع واختار الإجابة الصحيحة. نسمع نص الاستماع هو موجود في نهاية الصفحة دي. I ordered a new mobile phone أنا طلبت تليفون محمول جديد last week الأسبوع الماضي and the delivery وخدمة التوصيل was today كانت اليوم. when I opened the box لما فتحت الصندوق the screen was damaged كانت الشاشة محطمة. طيب when did the speaker order the mobile هو طلب امتى التليفون المحمول هو قال last week الأسبوع الماضي. طيب when was the delivery خدمة التوصيل كانت امتى كانت اليوم today. Reorder the following words to make correct sentences هنرتب الكلمات عشان نكون جمل صحيحة. Music, hearing, to, listening, can, your, damage loud يعني عايز أقول سماع الموسيقى الصاخبة يمكن أن يدمر حاسة السمع لديك. Listening
to الاستماع إلى loud music الموسيقى الصاخبة can يمكن damage إن هي تدمر your hearing السمع بتاعك أو حاسة السمع لديك. طب بعد كده هنا بيقول لك a clever do you what use jacket for فيما تستخدم السترة الذكية. يبقى نقول what هنبدأ باللي تحت حط طبعا what do you use a clever jacket تستخدم السترة الذكية في for what do you use a clever jacket for. طب the box damaged opened was when the screen all يعني عندما فتحت الصندوق الشاشة كانت مدمرة محطمة. يبقى نقول when I opened لما فتحت the box الصندوق لما فتحت الصندوق الشاشة كانت محطمة the screen الشاشة was كانت damaged محطمة. طيب hearing from we look for you forward يعني احنا بنتطلع لسماع اخبار عنك. يبقى نقول we look forward to نحن بنتطلع الى hearing from you نحن نتطلع لسماع اخبار عنك we look forward to hearing from you write an email اكتمال of 5 sentences من 5 جمل to your friend حازم لصديقك حازم to tell him about عشان تخبره عن the dangers of technology مخاطر التكنولوجيا your name is سليم اسمك سليم your email address وعنوان بريدك الالكتروني is سليم at yahoo.com and your friend's email address وعنوان صديقك الالكتروني is حازم at gmail.com. طبعا هو مديني 3 معلومات أساسية هشتغل بيها بكتب تو إلى وبكتب البريد الإلكتروني بتاع صديقي حازم at gmail.com بعد كده from بكتب البريد الإلكتروني بتاعي سليم at yahoo.com subject الموضوع اللي بيبقى بعد كلمة about اللي هو the dangers of technology مخاطر التكنولوجيا ببدأ الإيميل بدير واسم اللي أنا بعت له دير حازم وحط الكومة فصل على السطر مقدمة how are you and your family كيف حالك وحال أسرتك بعدين بدخل في الموضوع I'd like to tell you what إن أنا أخبرك about the dangers of technology عن مخاطر التكنولوجيا. Technology is very important. التكنولوجيا مهمة جدا in our life في حياتنا. But there are some young people لكن هناك بعض الشباب who have become addicted اللي أصبحوا مدمنين to using social media لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. We should be careful ينبغي إن إحنا نكون حذرين when we use technology لما نستخدم التكنولوجيا. بعد كده بامدي سي يسون أراك قريبا ويورز المخلص ليك واسمي في الإيميل سليم آخر بيج معانا بيج نمبر 6 صفحة رقم 6 وده اختبار شامل على يونت 7 على الوحدة 7 listen and choose the correct answer استمع واختار الإجابة الصحيحة نص الاستماع في نهاية الصفحة shopping online is great التسوق عبر الإنترنت رائع firstly أولا it saves my time بيوفر وقتي I don't want to spend lots of time لا أريد أن أضيع الكثير من الوقت traveling في التجول to the shops للمحلات if more people shop online لو المزيد من الناس تسوقوا عبر الإنترنت there will be fewer cars هيبقى فيه سيارات أقل on the road في الطريق and less pollution وتلوث أقل طب أول سؤال بيقولك shopping online التسوق عبر الإنترنت is great رائع because it saves time عشان بيوفر الوقت saves time If more people لو المزيد من الناس shop online بتتسوق عبر الانترنت there will be a cars هيبقى في القليل من السيارات fewer cars Supply the missing parties in the following dialogue سؤال المحادثة علي بيقول لنادي Do you know هل تعرف much about technology هل تعرف الكثير عن التكنولوجيا فقال not really يعني مش قوي يعني I am still learning about it لسه بتعلم عنها سأل سؤال فقال له I use my tablet every day أنا بستخدم التابلت بتاعي كل يوم يبقى هو هيقول له إيه نوع التكنولوجيا اللي أنت بتستخدمه كل يوم هيقول له what type أو what types ما أنواع of technology التكنولوجيا do you use
every day. ايه انواع التكنولوجيا اللي بتستخدمها كل يوم؟ فقال انا بستخدم التابلت بتاعي. بعد كده سأله سؤال فقال له yes I play lots of games on my tablet. ايوه بلعب العاب كتير على التابلت بتاعي. طب اجابة بيس يبقى انا سألت بفعل مساعد في المضارع مع يو هسأل بدو. Do you play lots of games on your tablet؟ هل بتلعب العاب كتير على التابلت بتاعك؟ Do you play lots of games on your tablet؟ tablet okay. Do you play lots of games on your tablet؟ تمام لو مش باينه كلمه tablet اهي مكتوبه اوكي. طيب فقال له yes I play lots of games، ايوه بلعب العاب كتير on my tablet على التابلت بتاعي. قال له do you have any problems، عندك اي مشكلات with technology مع التكنولوجيا؟ ممكن يقول yes I have some problems، ممكن يقول no I don't. No I don't، لا ما عنديش مشكلات مع التكنولوجيا. No I don't. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. I don't have enough time، ما عنديش وقت to go to the shops، إن أنا أروح المحلات. So I always shop، عشان كده أنا دايما بتسوق عبر الإنترنت online. She turned the TV to watch her favorite film، هي شغلت التلفزيون عشان خاطر تتفرج على الفيلم المفضل بتاعها. طب يشغل جهاز اسمها turn on. There is a lot of A from the traffic in our city، في كثير من التلوث يعني من حركة المرور اللي في المدينة بتاعتي. طيب تلوث يعني pollution. My father be happy when he sees this broken window، يعني عايز اقول بابا مش هيبقى سعيد لو شاف الشباك المكسور دوت. طيب عندي هنا when بيجي بعدها مضارع بسيط والناحيه الثانيه will والمصدر، يبقى هنا هنقول ايه؟ لن يكون سعيد اسمها won't be. when it rains لما بتمطر you stay at home، طيب لما تمطر ينبغي عليك ان انت تبقى في البيت، دي نصيحه. طيب يبقى انصح باستخدام should، ينبغي عليك ان. read the following، اقرا التالي then answer the questions ثم اجب على الاسئله. I am هبة، أنا هبة. And I like shopping online، وبحب أتسوق عبر الإنترنت. For many reasons، لكثير من الأسباب. Firstly، أولا it saves time، بيوفر الوقت. I don't want to spend lots of time traveling to the shops، ما بحبش أقضي وقت كتير أتجول في المحلات. Secondly، تاني حاجة I have more choices، عندي اختيارات كتير online عبر الإنترنت. Also if more people، كمان لو المزيد من الناس shop online تسوقوا عبر الإنترنت، there will be fewer cars، هيبقى فيه سيارات أقل. on the road في الطريق. and less pollution، وتلوث أقل. I will do all my shopping، أنا هقوم بكل أعمال التسوق بتاعتي online عبر الإنترنت when I am older، لما أكون أكبر سنا. My name is مجدي، اسمي مجدي. at shops في المحلات I can see، أستطيع أن أرى. what I am buying اللي أنا بشتريه. and try it first، وأجربه أو أقيسه. اولا also ايضا I don't like to waste time، كمان ما بحبش اضيع وقت waiting for a delivery، في انتظار خدمه توصيل. I want things now، انا عايز الشيء الان. if everyone shops online، لو كل واحد تسوق عبر الانترنت. the shops in our towns، المحلات اللي في المدن بتاعتنا. and cities في المدن الصغيره والكبيره. will close، هتغلق. if they close، لو تم اغلاقهم يعني. then lots of other businesses، كثير من الأعمال التجارية الأخرى like cafes زي المقاهي. will close too، سوف تغلق أيضا. طب أول سؤال what is the main idea of the passage، الفكرة الرئيسية للفقرة طبعا بتتكلم عن shopping online، دي number one تسوق عبر الإنترنت. why do some people prefer shopping online، ليه بعض الناس بتفضل إنها تتسوق عبر الإنترنت؟ هنقول مثلا because، بسبب، ونجيب بقى من فقرة because it saves time. ممكن كمان secondly I have more choices online، كمان بيبقى عندي اختيارات كتير عبر الانترنت، يبقى دي إجابة number two. طيب بعد كده what will happen if shops close، إيه اللي هيحصل لو المقاهي أغلقت؟ هنجيبها من فقرة برضو.
if they close لو تم إغلاقهم then lots of other businesses كثير من الأعمال التجارية الأخرى like cafes زي المقاهي will close too هي كمان هتغلق يبقى دي إجابة number 3. There will be هيبقى في pollution when more people shop online هيبقى في تلوث عايزين نقول أقل لما الناس هتتسوق عبر الإنترنت طبعا هنقول less pollution تلوث أقل. The underlined word saves يوفر is the opposite acts of A. Saves يوفر عكسها يهدر أو يضيع هي wastes. بعد كده عندنا سؤال الترتيب. You who do the mobile no phone invented. هل تعلم من الذي اخترع التليفون المحمول؟ يبقى نقول do you know who invented the mobile phone. Number two saves time it because shopping online is great. يعني عايز اقول التسوق عبر الانترنت رائع بسبب انه بيوفر الوقت. يبقى نقول shopping online is great because بسبب it saves time يوفر الوقت. طيب بعد كده number 3 very well not at the moment sleeping I am يعني انا مش بنام كويس الايام ديت I am او في هذه اللحظة I am not sleeping very well at the moment. طيب some the internet I on videos usually watch يعني أنا عادة بشاهد بعض الفيديوهات عبر الإنترنت يبقى نقول I usually watch some videos on the internet. I usually watch some videos on the internet. بعد كده عندنا الباراجراف عن الشوبينج اونلاين التسوق عبر الانترنت احنا ممكن ناخد من الفقره اللي فوق خمس جمل ونكتبهم عن التسوق عبر الانترنت مميزاته وعيوبه. خلصنا سيشن النهارده انتظروني في حل باقي التدريبات ان شاء الله مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.